أهلا بكم. في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان أمس مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. إلى ذلك أصدرت الجبهة الثورية بيانا أعلنت فيه ترحيبها بقرارات رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين التي تضمنها المرسوم الدستوري الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع. وكانت الجبهة الثورية قد دعت في مبادراتها المعنونة بالسودان أولا إلى ضرورة القيام بإجراءات تهيئة المناخ كمقدمة ضرورية لانطلاق عملية الحوار، وقرارات اليوم تفتح الطريق لبدء عملية الحوار. وأضاف البيان أن الجبهة الثورية تدعو الأطراف المدنية للتقدم إلى الأمام وتشجيعهم على الانخراط الفوري في عملية الحوار حتى نجنب بلادنا خطر الارتداد وعودة الشمولية. أكد توت جولواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون السياسية والأمنية سعيهم للم شمل السوداني قائلا: إننا جزء لا يتجزأ من هذا البيت الكبير، وما يحدث في السودان يؤثر على الأوضاع في دولة جنوب السودان. وشدد في تصريحات صحفية عقب لقائه عدد من القوى السياسية والإدارات الأهلية كل على حدة، شدد على ضرورة الجلوس لحل قضية السودان عبر أبنائه، مضيفا أنه تمت مناقشة الوضع السياسي خلال هذه اللقاءات. وأشاد بقرار الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن رئيس دولة جنوب السودان تقدم بطلب لرفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين السياسيين لتهيئة مناخ الحوار والجدية في التواصل مع كل أبناء السودان من أجل الوصول لاتفاق لحل القضايا السودانية، زائدا أن هذا القرار يعد خارطة طريق لحل الأزمة التي يعيشها السودان. رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بحالة البلاغ إلى المحكمة في قضية المتهمين أو ما عرف إعلاميا بقضية عميد الشرطة المرحوم علي بريمة، والتي انطلقت جلساتها صباح أمس. وكانت المفوضية القومية لحقوق الإنسان قد طالبت بذلك في وقت سابق، وأن تسجل إيجابا موافقة السيد قاضي محكمة الموضوع على الطلبات الأولية التي أبداها دفاع المتهمين، وعلى رأسها تمكين المحامين من مقابلة المتهمين والتواصل معهم بحرية تامة وفقا للقانون، وتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على يومية التحري كسابقة في القرارات القضائية في السودان. كما رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقرار المحكمة المتعلق بحالة المتهمين إلى طب شرعي للكشف حول مزاعم تعرضهم للتعذيب، ورحب بالسماح لأجهزة الإعلام بتغطية الجلسة إعمالا لمبدأ علنية المحاكمات. وأوفدت المفوضية فريقا لمراقبة المحاكمة، وسيواصل الفريق متابعة القضية وضمانات المحاكمة العادلة. أخيرا، أشاد برهان تيا مدرب منتخب السودان بأداء صقور الجديان في المباراة الودية أمام جنوب السودان مساء الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي على استاد المحمدية بالعاصمة المغربية. وقال تيا: المباراة جيدة وقدمت لي خدمة كبيرة قبل مواجهة موريتانيا يوم السبت المقبل في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وأضاف: منتخب جنوب السودان تطور كثيرا ووضعنا تحت ضغط متواصل، وربما ينتظرنا ذات السيناريو في نواكشوط. وواصل: سنعمل على استغلال الأيام المقبلة في تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت خلال مباراة اليوم. وختم المنتخب الموريتاني: متطور ووقفنا على الكثير من نقاط الضعف والقوة لديه، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية من نواكشوط. أولى المحطات الإخبارية، انتهت. عودة للزميلة أمل خليل لمواصلة ما تبقى من صباح البلد. مرحبا أمل.